السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. شهر رمضان هو شهر تجاب فيه الدعوات وترفع الدرجات وتغفر فيه السيئات، شهر يجود الله فيه سبحانه على عباده بأنواع الكرامات ويجزل فيه لأوليائه العطيات، شهر جعل الله صيامه أحد أركان الإسلام، فصامه المصطفى صلى الله عليه وسلم وأمر الناس بصيامه، وأخبر عليه الصلاة والسلام أن من صامه إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه، ومن قامه إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه. شهر فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. وأخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن هناك أمور تحدث في السماء مع أول يوم في رمضان، منها: أولا، تفتح فيه أبواب الجنة، ثانيا، تغلق أبواب النار، ثالثا، تصفد الشياطين، رابعا، وينادي مناد كل ليلة: يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر، خامسا، يعتق الله تعالى يوميا أناسا من النار. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن، وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وينادي مناد: يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار، وذلك كل ليلة. وخص الله عز وجل عبادة الصيام من بين العبادات بفضائل وخصائص عديدة، منها: أولا، أن الصوم لله عز وجل وهو يجزي به، كما ثبت في البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة عشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله عز وجل: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع شهوته وطعامه من أجلي. ثانيا، إن للصائم فرحتين يفرحهما، كما ثبت في البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: للصائم فرحتان يفرحهما، إذا أفطر فرح، وإذا لقي ربه فرح بصومه. ثالثا، إن خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، كما ثبت في البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفس محمد بيده، لخلوف فم الصائم أطيب عند الله عز وجل يوم القيامة من ريح المسك. رابعا، إن الله أعد لأهل الصيام بابا في الجنة لا يدخل منه سواهم، كما ثبت في البخاري ومسلم من حديث سهل بن سعد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة، لا يدخل منه أحد غيرهم. يقال: أين الصائمون؟ فيقومون: لا يدخل منه أحد غيرهم، فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد. خامسا، أن من صام يوما واحدا في سبيل الله أبعد الله وجهه عن النار 70 عاما، كما ثبت في البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا. سادسا، أن الصوم جنة، أي وقاية من النار، كما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصيام جنة. ومن حديث عثمان ابن أبي العاص قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الصيام جنة من النار، كجنة أحدكم من القتال. سابعا، أن الصوم يكفر الخطايا، كما جاء في حديث حذيفة عند البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فتنة الرجل في أهله وماله وجاره تكفرها الصلاة والصيام والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ثامنا،
أن الصوم يشفع لصاحبه يوم القيامة كما روى الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: أي ربي منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه، ويقول القرآن: منعته النوم بالليل فشفعني فيه. قال: فيشفعان. هذا، والله تعالى أعلى وأعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.